وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر ينخفض بشكل ملحوظ، مؤكدة أن مصر عززت من الحماية الاجتماعية وزادت من مشاركة القطاع الخاص. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت إجراءات قوية خلال الفترة الماضية لتعزيز الاقتصاد. أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل، وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد. أولاً، انتقلت مصر إلى نظام مرن للسعر الصرف، وتمكنت من التخلص من التراكمات. وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدد. ثانيا، مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو وفرص العمل، وهذا من الأهمية بمكان إذا ما أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب.